السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الأستاذ أمين عبد الحسين الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية إنشاء الصور للترندات الخاصة بعيد الفطر المبارك. كل عام وحضرتكم بخير. هندخل في موقع مايكروسوفت سيجنر. طبعا مايكروسوفت سيجنر ده مجاني، بيديك إمكانية إنك تعمل أي عدد عندي من الصور. هنزل هنا أول أمر معايا اللي هو إيميج كريتور، وهضغط على جنريت أو توليد أو إنشاء الصور. هيبدأ يحمل معايا كده، بدأت تتحمل. اتحملت الصورة. طبعا هنا الصور اللي معمولة. أنا هبدأ هنا أدخل في البرومبت هنا في الوصف، وأبدأ أحط الوصف بتاعي. طبعا هنا أنا طلبت منه إن هو ينشئ لي صورة كرتونية لفتاة اسمها ندى، وهنا مكتوب اسم ندى يعني بخط جميل ثلاثي أبعاد، وفي الخلفية عاوز بقى مظاهر العيد والفرحة، ومكتوب إيه عيد فطر مبارك. نضغط على جنريت. يبدأ هنا طبعا بيقول لي انتظر ثواني على بال ما هو يبدأ يعمل إيه المعالجة اللازمة للصورة اللي أنا عاوزها. طبعا أنا هنا كتبت مثلا جر فتاة صغيرة، ممكن حضرتك تكتب ولد، ممكن أنت تكتب رجل، ممكن إن أنا هنا كاتب 3D كرييت 3D كرتون، أنا مش عاوزها كرتون، ممكن أكتب إيه صورة واقعية. اللهم صل على النبي. شوف الصورة عاملة إزاي. طبعا إيه صور جميلة جدا. أضغط داونلود. طبعا اديت لو انا عاوز اعدل عليها، كوبي لو انا عاوز اخد نسخه من البرومبت اللي عندي ده، كريت ديزاين لو انا عاوز اعمل ايه انشاء للديزاين. اضغط على داونلود واختار الامر للداونلود، او ممكن اعمل سند فول لو انا عاوز ارسلها للتليفون. هنا ابدا داونلود، ادي الصوره اهي، واضغط على الصوره الثانيه نادا. طبعا صور صراحه جميله جدا. طبعا ممكن تغير بقى البرومبت، او بنت تخليها ولد، تخلي زي ما اتفقنا اللي احنا عاوزينه. طيب هنا مثلا في عيد الفطر ما كتبهاش، بس هو جاب لي مظاهر العيد والاحتفالات وكده. ممكن ان انا اضغط على جنريت تاني بحيث ان هو يبدا يولد كمان واحده، وهنبدا نشوف هل هو هيبدا يولد التوليد اللي هيطلعه هيبقى حاجه خاصه فيها كده او لا. طبعا طبعا احنا اتفقنا ان هو مش هيوسع او مش هيعمل نفس الصور الا في حاله الموقع اللي بيبقى فيها الامر اسمه سد. سد ده معناه ان هو بيبدا يحافظ على الشخصيات اللي عندك، فانت بتطلب منه ان انت يحفظ نفس الرقم بحيث ان هو يحافظ على الشخصيات اللي عندك. هنا اهوت نا ده 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 هنا عيد ايه فطر مبارك، مكتوبة فوقها عيد فطر مبارك. طبعا جميلة جدا اهي، وهنا مبارك بس. طبعا ناخد الصور اللي تعجبنا، ممكن احنا نقعد نغير فيها، مفيش اي مشكلة في البرومبت عادي. ده بالنسبة لي اول برومبت عندي في التهنئة بالعيد، كل عام وحضراتكم بخير. طيب ناخد برومبت كمان. انا ناخد البرومبت التانية كده، نعدل ده ونعمل كنترول في جنريت انشاء. هنا المرة دي انا عاوز تهنئة بالعيد، وهنا رجل مش فيه مش طفل زي المرة فاتت او 3D كرتون. هنا انا عاوز ايه رياليستيك حقيقية 3D ثلاثي ابعاد. تبدأ ثواني وتحمل معايا بس كده امين. وهنا طبعا ايه عيد فطر مبارك، عيد مبارك امين، عيد مبارك. طبعا ممكن ان انا اعمل جنريت لو مش عاجباني الصوره، وابدا اضيف. ممكن حضرتك تضيف التفاصيل اللي انت عاوزها، ممكن ان انا مثلا جاي له اكتب مثلا امين واكتب عيد مبارك او كده. انت عاوز مثلا تقول له ايه اكتب العيد بشكل ثلاثي الابعاد، اكتب العيد بشكل حروف كبيره، اكتب العيد بعدسه، مش اذا انت عاوز يعني تعدل. عندي اهيت كونجراتيشن عيد الفطر او فر مش كملها. طبعا هنا برضو نفس الحكاية. طبعا هنا ديت اللي انا عاوزها. طبعا عدلت كده في البرومبت، وعاوز ان الاسم يتكتب بشكل ثلاثي. طبعا انت ممكن تقول له بقى انا عاوزه مثلا مكتوب ايه كلمة ايه اللي انت عاوزه، يعني التفصيل اللي انت عاوزه عدله. طبعا انت تقدر تعدل الاسم، تقدر تعدل الكلمات اللي انت عاوزها تظهر بيها، بدل هي 3D عاوزها ممكن تخليها مثلا طفلة باسم طفلة، ممكن تخلي اضيف كمان في راحة صورة. يعني انا كاتب امين بس وعيد الفطر المبارك، ممكن انت تقول له ادرج صورة طفل، ادرج صورة ولا ادرج صورة اللي انت عاوزه يعني. تمام. هنا انا قلت له انا عاوز الكلام يكون بشكل ثلاثي ابعاد، راح جاي عاملها لي بالشكل ده كده. وهنا ادي عيد مبارك اهو، تمام جدا، جاي بشكل جميل جدا كمان. عيد مبارك. عدلنا تاني في البرومبت ان انا اخلي فيه طفلة تكون موجودة في مع البطاقة التهنئة، ونزله في الآخر خالص كده. أنا عاوز إن يبقى فيه موجود طفلة. أحمل بطاقة التهنئة، هنشوف كده هي طالعها إزاي.
اللهم صل على النبي. هنا اهوت ابتدي ألف مبارك جميل جدا. وهنا ادي امين برضه. هنا ما حطش طفله صحيح بس عملها بشكل خرافه صراحه. ممكن انا ازود فيه انا اهوت تمام. ممكن احنا نعدي الباقي اللي انا عاوزه نزود فيه البامب. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تدخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس لكل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.